قول عداد. أوكي، اليوم بنلعب لعبة مريم اللي الناس يسألون عليها ويعني يصورون فيه. أنا وأخوي بنلعب لعبة مريم لأول مرة، فلتس جو. خايف صح؟ خايف الحين. بسم الله. اللي خايف يكتب، اللي خايف لا شو اسمه لا يكمل الفيديو. انا اسمي مريم، اطفى النور ارفع الصوت. خلف تحدي اللعبة الكبار فوق 12 سنة. ما هو اسمك؟ شو اسمي؟ شاورما؟ لا برجر، بس انا اسمي برجر ما بس. اهلا منك، اهلا بك، انا لم اسمع العود انك تقول ما اريد كل ما ما انت اروح من البيت. قلت لك انا عاد المدينة. شو اللي في عاد اسكت المدينة عشان تقول هل تود مساعدتكم كثير ولا لا؟ بلقى نعم عشان ما بشغلتها. انك يا برجر شخص رائع. قالت لنا اسمه برجر بس ما اسمه. ابحث معي عن منزل لقد كان حريا. قالت ولكن عند محل الليل لم احد ارى اي شيء. قالت ما تشوف يمكن كذا ما تشوف. تقول ماذا تظن انا لو جبت؟ هي بتقول وين بتقول وين يعني يكون البيت؟ في الاتجاه الاخر ولا اتجاه الغابة؟ اتجاه الغابة. هيا ايضا قالت يلا اود ان اتحدث معكم خلف الطريق. قالت لا ابغى اتكلم معك وانا اتكلم خلف الطريق. انا عارفة شو كيف هو الطقس عندكم في اسكت عشان نحن في الامارات. والله كنت بتقول كيف هو الطقس عندكم في اجواء. والله تخيلت تعرف اسمي كيف عرفتني اني نحن في الامارات. بقول أجواء جميلة، لقد وصلنا إلى منزل شكراً جزيلاً، انتظروني فيه وسوف أرويكي الأمين. هل برجر هو اسمك الحقيقي أو تود تغيره؟ قالت أنت اسمك الحقيقي هو برجر ولا تود تغيره؟ أغيره؟ قالت هل تود أن تراهم الآن؟ قالت هل تود هل أجد تبين تكوني الحين؟ الحين الحين مو حقيقي. قالت أمي داخل هذه الغرفة. أنا لست مخيف أعرف ذا. أما وين؟ ما قلنا في الغرفة. لماذا أرى في عينك الخوف؟ لا أدري. قالت أنا مجرد فتاة لطيفة تحب اللعب مع الجميع. قال أعرف كل شيء يحدث، أسمع ذلك بالراديو. قولي أنت شو اسمك؟ قالت لي سمعت شيء في الراديو. قالت لقد سمعت أن نهاية العالم قريبة جدا. قولي أنت أنت الآن مسجون في هذه الغرفة، لم تخرج حتى أغيب لك بعد قليل. قالت نحن مسجونين في الغرفة عشان تروحوا. المفتاح معك فقط هذا الجهاز وسوف تسكت علي. لا أستطيع الخروج، ليس المفتاح الصحيح. أين تريد أن تختبي بسرعة قبل أن تعود؟ خلف الستارة. لقد عادت من جديد إلى المنزل. طلعت برا البيت؟ لا يتيت. لا تصدق. هاي. Thank you.
قلت لها بس أبغى أشرب. للبحث عن عائلات قد كانت خبر من بيتي ندور عائلتنا كيف اللي حصل طريقتها قالت نحن نحن مع عائلتي بتشوف نفسي أنا تتوقع شركة أي طرف حسن خاف فقط من الجبن ماشي. أنا أشبح أحب الضعيف، تحب يعني الشبح يحب الضعيف، ما تتعرضون دوما فهم صاير السهل جدا. هذا التغير تتغير الحديث والتكلم لما أمين أشرب خليها تطلع شو هم قاعد يدورون ابوها قاعد يدور ابوها وامها استروحوا عند الحديث ونستلم بالمشروع طاحت لي طاحت تعورت وين لا أنا طحت طلع حتى سمعت السلم إذا خذ السلم أخذ لوحدك أصعد السلم لا تغبى على ملابسك وخايفة؟ لا أني طحت أوكي بس هي خايفة ولا خايفة؟ ما أعرف شو دخل أنت مرة من أنت مرة أخرى من الأبقاب هي هنا أنت حبي خيار علمنا نحبها هل تعلم أن الاحتباس حراري سيدمر الأرض؟ بسبب الحرارة سوف تشتعل من السخونة. أنا أحتاج جدا. ما أستطيع أن أقترب من هذه الأرض أستسلم. أنا كبسي المحاصرة بالأرض. ها ما أعرف شو تقول أنا. ولا يوجد طريق للعيش خارجها. تمزح معنا فأمامك وكبنا وقت طويل للعيش كيف تمزح؟ هذا اسمع صوتك تخوفنا؟ لا بس هي تخوفني صوتك كلب بري الشرسة لقد أخذت معي المسدس أبي أنت ذكية أنا أقول أنه تستطيع استخدام فقط هذا الجهاز خلاص فهمت أنا أريد صنع
بس ما شاء الله عجبكم الفيديو، بس إذا خفتوا اكتبوا لي اكتبوا شو اسمه قلب مكسور، ما خفتوا اكتبوا قلب عادي، وبس ما أطلع عليكم وباي، قل باي باي.